المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة. نرحب بك معنا دكتور عمرو إلى هذه النشرة. يعني بداية، لو نتحدث عن الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية والذي من المفترض أن تنطلق أعماله عن قريب. مساء الخير. احنا ان شاء الله من يوم 5 ل 8 سبتمبر، يعني من يوم الثلاث لغايه يوم الجمعه، هينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحه والتنميه برعايه وتشريف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن عاوزين نقول ان احنا 5 سبتمبر 1994 مصر استضافت المؤتمر الدولي للسكان والتنميه، وكان ساعتها كل انظار العالم اتجهت للقاهره. احنا دلوقتي في 5 سبتمبر 2023 أنظار العالم كلها تتجه للعاصمة الإدارية الجديدة، للجمهورية الجديدة، مع انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. يمكن احنا المؤتمر هيبقى زي ما حضرتك قلتي في أكثر من 270 متحدث ما بين مصري وأجنبي، في حوالي 65 جلسة حوارية. يمكن هيتم فيه إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وسيتم إطلاق الاستراتيجية العامة للصحة. هيتم مناقشة كل المواضيع اللي ليها علاقة بالسكان وبالصحة وبالتنمية، بفكرة العائد الديموغرافي، وازاي ان احنا يتم استغلال الامثل للموارد، وايه الربط والترابط ما بين السكان والتنمية. طيب دكتور عمرو، لو نتحدث بشكل اكثر تفصيلا حول الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش في هذه الجلسات. يمكن مواضيع كتير، يمكن اهم المواضيع ليها علاقة بفكرة اللي هي العائد الديموغرافي. مواضيع تانية، العائد الديموغرافي يعني ازاي تعملي الاستغلال الامثل للموارد اللي عندك. فكرة تانية ليها علاقة بكل المواضيع اللي ممكن تخص الصحة، سواء كان كوقاية او دور التأمين الصحي الشامل في مصر. فكرة ايه الربط ما بين السكان والصحة والتنمية، يمكن بنقول ان هي مواضيع متشابكة ما بين السكان والصحة والتنمية. عندك دور قطاعات الدولة كلها في الصحة، يمكن هنستعرض برضو جهود الدولة على مدار 9 سنوات اللي فاتوا في ملف السكان. يمكن نقول دايما ان الملف ده السيد الرئيس دايما بيحطه على اعلى اولويه، يعني يمكن دايما بنقول ان السيد الرئيس مع كل يمكن مؤتمر او افتتاح دايما بيتكلم عن خطوره الزياده السكانيه، وازاي ان هي قد يكون هي دي عائق امام التنميه. يعني احنا دايما بنقول لازم يبقى في توازن ما بين حاجتين، ما بين النمو الاقتصادي وما بين معدلات النمو السكاني. محتاجين في مصر نتحكم اكتر في معدل النمو السكاني عشان ان احنا المواطن في الشارع يحس بثمار التنميه الاقتصاديه. دايما بنأكد نقول ان احنا في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. قد يكون موروث جوه الدماغ المصريه ان العيال عزوه والناس تجيب عيل واثنين وثلاثه، او قد يكون موروث ان احنا لما نجيب العيال ورا بعض الاسره تستريح. بينما يمكن وزاره الصحه بتركز على فكره المدخل الحقوقي لصحه الام والطفل، ان احنا نوضح للستات ايه اهميه تنظيم الاسره، ايه اهميه المباعده بين الحمل والتاني، ازاي لما انت تحملي وتخلفي وتعملي مباعده من 3 ل 5 سنين، ازاي صحتك هتبقى احسن، صحه الطفل هتبقى احسن. فيمكن دي من اكثر النقط اللي وزاره الصحه بتركز عليها، فكره المدخل الحقوقي لصحه الام والطفل، ان احنا نوضح ايه المزايا اللي الاسره بتستفيد منها هي والام والطفل لما بنعمل مباعده من الطفل والتاني، او لما احنا بنكون بنكتفي باسره صغيره الحجم. طيب دكتور عمرو، وانت ذكرت ان يعني هذا المؤتمر سيضم حوالي 65 جلسه حواريه ويشارك به اكثر من 270 متحدث مصري واجنبي. ما الهدف المرجو الخروج منه من هذا المؤتمر ومن خلال هذه النقاشات والجلسات الحواريه؟ يمكن بنقول طبعا ان المؤتمر ده هو تاكيد على التزام مصر بكل التزاماتها الدوليه في ملف السكان والتنميه، ان احنا نستعرض كل التجارب الدوليه الناجحه. يعني عندك وزراء صحه يمكن من كل دول العالم بنقعد وبنتشارك في التجارب الناجحه، ونشوف التجارب الناجحه نجحت ازاي، بحيث ان احنا نبدا نتشارك الرؤى، ونقول نحط الملف ده تاني على الاجنده واهميه الاولويات، ان هو نخلي دايما نقول ان في وعي حتى مجتمعي. يعني احنا يمكن دايما باكد ان واحد من اهم الاسلحه في مواجهه خطوره الزياده السكانيه هو سلاح الاعلام، ان دايما يبقى فيه طول الوقت وعي، طول الوقت بنكلم الناس عن خطورة الزيادة السكانية، عن أهمية المباعدة بين الطفل والتاني، عن أهمية تنظيم الأسرة، إزاي إن المواطن وكل أسرة هتستفيد لما نعمل مباعدة بين الطفل والتاني، أو إن إحنا بنعمل تنظيم أسرة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة.